منذر اجى من وسط الملعب مرتاح وما حدا واكب. على كل حال شرب الاربعه أربعة على أربعة بالهجمه المرتده كان. نشوف شو حيصير كابتن بالدقائق 45 المتبقيه مع انطلاق الشوط الثاني. تفضل فارس الهواء لك. شكرا شربل، شكرا كابتن هيثم الزين. الشوط الثاني انطلق بهالوقت، فريق النجمه اللي ما عاد عنده شيء يخسره ابدا، يعني الامور صعبه كثير 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 كثير، وبعالم كره قدم ما في شيء مستحيل. يمكن نشوف اهداف بعد لفريق العهد، يمكن نشوف رده فعل لفريق النجمه، بس فريق النجمه اذا بده يعمل رده فعل لازم يعملها على السريع، ما يتاخر ابدا لانه الوقت راح يمر بسرعه على لاعبي فريق النجمه. الهدف يلي تم الغائه من المساعد القبرصي لفريق العهد، يعني هدف كان موضع جدل واستفهام كثير كبير بين الشوطين، بس النتيجه حاليا 3-0 بغض النظر اذا كان قرار صحيح او قرار كان خاطئ. يعني النتيجه هلا 3-0، فريق النجمه بده يرجع يدخل لاجواء المباراه من بعد ما غاب اذا بدكم حوالي 35 دقيقه تماما عن الشوط الاول، من بعد ما كان باول 10 دقائق فريق النجمه هو النجمه يلي بنعرفه حاليا. فريق الدفاع، فريق العهد بالدفاع، وبلش اكيد الخطه الدفاعيه ليمتص فوره لاعبي فريق النجمه. الالتراس النجماوي يلي عم بيولع الملعب مثل ما شايفين، ملعب مدينه كمين شمعون الرياضيه ببيروت على الاخر. شوط ثاني بيوعد انه يكون شوط رائع. هذا جمهور النجمه شو ما كانت النتيجه بيبقى الجمهور الاول بلبنان من حيث العدد، ودائما باعداد كثير كبيره. حاليا فريق النجمه الاعتماد راح يكون على حسن معتوق بشكل خاص، ابو بكر المالي اللي عم بغير جهه صار موجود على الجهه اليسرى. يعني الامور خلينا نتابع ونشوف الدقائق يلي رح تكون اكبر فوز للنجمه على العهد. كان بذهاب موسم 2008-2009 وقت النجمه ربح 4-1. تومي جاكوميلي لاعب الحكمه ولاعب النجمه يلي كان عم بيسجل هدفين، عباس عطوي وعلي ناصر الدين، بينما العراقي صالح زدير سجل الهدف الوحيد لفريق العهد. كره حاليا مع علي بزي، علي بزي يلي بحافظ على الكره بمررها لنادر مطر، نادر مطر على الجهه اليمنى لعند علي حميم، علي حميم كابتن فريق النجمه بيتقدم علي حميم. يعني الضغط عم بيكون كبير من لاعبين فريق العهد. علي حميم، علي حميم، علي حميم، علي حميم على مشارف حدود منطقه الجزاء. في خطا، في خطا وفرصه لفريق النجمه ببدايه الشوط الثاني. حسن معتوق يلي عم يتعرض للعرقله على مشارف حدود منطقه الجزاء. الحكم القبرصي لوكاس سوتيريو يلي عم يحتسب الخطا. نرجع بنشوف علي حميم المجهود الكبير يلي قام فيه. علي حميم بيتقدم الاول، الثاني بمر لحسن معتوق، حسن معتوق والاعاقه يلي كانت على الخطا كان خارج المنطقه مثل ما عم نشوف نحن وياكم من عيسى يعقوبو. يمكن بهالصوره بتوضح اكثر الخطا اللي صار فعلا كان خارج منطقه الجزاء. يعني تحيه لكل يلي عم يتابعونا ولكل يلي عم يتابعوا شاشه الام تي في، من لاعبين سابقين، من اداريين، من حكام، من جمهور، لمتابعه هالمباراه الحلوه، المباراه الرائعه. الشوط الثاني فريق النجمه خلينا نشوف الركله الحره اذا رح تعطي اي نتيجه، رح تعمل شيء مع حسن معتوق يلي رح يجرب يسدد. مهدي خليل عم بيوجه السد الدفاعي، حسن معتوق فرصه ليقلص الفارق وليخلي فريق النجمه يرجع لاجواء المباراه على السريع. الحكم القبرصي يلي عم بيبعد السد الدفاعي العهداوي المسافه القانونيه، وبانتظار انه طابه اللعب كل لاعبين فريق العهد بالدفاع ما في ولا لاعب تقدم، ما في ولا لاعب. حسن معتوق بيتقدم بيسدد كره على يمين مهدي خليل، على يمين مرمى مهدي خليل. الكره راح تمر من دون ما يكون في هدف نجماوي، من دون ما يكون في رده فعل نجماويه ببدايه هالشوط الثاني. نرجع بنشوف حسن معتوق والكره اللي سددها قريبه كثير، قريبه كثير بمحاذاه القائم الايمن لمرمى مهدي خليل، قريبة سنتيمترات. هيدي كرة القدم، توشيف متسلل، مارتن توشيف كان متسلل. هيدا الشيء اللي بيشوفه الحكم يونس لازارو، الحكم الأوبرسي المساعد الأول. حالات تسلل اثنين على العهد، واحدة على النجمة. يعني هيدي الصورة اللي عم تشوفوها بدكم تعذرونا لأنه هيدي الأمور خارجة عن إرادتنا. هيدا دخان من الألتراس السوبر نوفا يلي ولع الملعب كله وما عم يهدوا ابدا، وكانه فريق هن هو يلي متقدم، هو يلي ربحان.
هيدا جمهور النجمي، جمهور الوفي هو اللي مجنين هون فنتين يلي بيعشقوا فريق النجمي، وجمهور النجمي يلي عم بحمس عم بشجع ما عم بيسكت ابدا، بيعرف انه بيقدر فريقه يرجع، يعني بيضل الامل كبير عند لاعبينهم انه يعملوا شيء. فريق العهد بيعرف الفورة النجموية كيف بده يهديها، كيف بده يروضها، كيف بده يخليها تروق من خلال الكرات والعرضيات يلي رح يلعبوها. عيسى يعقوبو بمنتصف الملعب، يتقدم عيسى يعقوبو، بمرر لعلي حديد، علي حديد لعند حسين زين، حسين زين بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، وتسديدة وركلة ركنية، ركلة ركنية مارتن توشيف، كان قريب كتير لاعب البلغاري انه يسجل الهدف الرابع. هذا جمهور العهد، جمهور كبير اليوم بأعداد كتير كبيرة جاية ليحسم الصدارة، ليخلي فريقه يكون بالمركز الأول، عم بيشجع فريقه من بداية المباراة. كرة تتنفذ حسين زين منه لزريق، زريق بيلعب لمارتن توشيف، بمرر لحسين زين، حسين زين بيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، بتمر عن الكل، توصل لعيسى يعقوب، وعيسى يعقوب بيرجعها خلفية لعند دي داخل منطقة الجزاء، وكرة رأسية إلى جانب مرمى علي السبع. لكل يلي انضموا لنا هلا، لكل يلي عم يتابعونا هلا، بنذكر انه النتيجه 3-0 وفريق النجمه اجرى تبديل اضطراري مع خروج عباس حسن بسبب الاصابه ودخول علي السبع بدلا منه. كمان هون فرصه حسين زين ومارتن توشيف يلي سدد، بس كان موجود بالوقت المناسب قاسم الزين لابعاد الكره، و 3-0 يعني الامور شربين لفريق العهد، لصالح فريق العهد. بس بدنا ننكر بعالم كره القدم دائما الاحتمالات تبقى وارده. فبعد عنده العهد رغبه كبيره لتسجيل فارس مع الكره العرضيه ايضا اللي بيحاول يلعبها علي حديد الى داخل منطقه جزاء، ما في اي لاعب عداوي لمتابعتها. هيثم فعور بعيد، نادر مطر كان الاقرب، هو اللي عم يحاول يبعدها، عم ترتد من الفعور الى رمي التماس لمصلحه فريق النجمه. النجمه بيروح اكبر طبعا مع انطلاق الشوط الثاني من المباراة، ورغبة كبيرة عند النجمويين لتقليص الفارق، هدف شأنه يغير اللقاء شكلا ومضمونا، وهدف عداوي نفس الأمر في يقول رح تكون نتيجته بكل بساطة. الآن العهد في حال سجل هدف رابع رح تكون المهمة مستحيلة على فريق النجم للعودة باللقاء. حسين زين عم يطالب بركلة ركنية، هون بالفعل ركلة ركنية لمصلحة فريق العهد. يلو انفيرنو عم يرد على التراس سوبر نوفا، هيدا هو التراس العهد، يلو انفيرنو، معركة التراس ايضا بمدرجات مدينة كميل شامون الرياضية مع هاللوحات النارية الجماهيرية، رائع جدا الفوتبول اللبناني. ودائما عبر شاشة ام تي في بتقدروا مشاهدينا تتابعوا كل المباريات، ودائما نحن معكم على الموعد بالوقت يلي حاليا الركنية العهدوية الى يساره لعلي السبع. خسر تبديل بونيس بونياك بعد إصابة عباس حسن. زريق بيلعب الكرة داخل المنطقة، فليبي ببعادها بترجع لدى أحمد زريق، بيعكسها عرضية خطيرة جدا، حاول يتوقع سقوطها يعقوب، لكن علي حمام هو يلي قطعها. نور منصور، نور علي حمام أيضا عم يقطعها، النجم بده يروحه بالهجمة المرتدة مع علي حمام، عم بيحاول يهرب بالكرة، علي حمام عم يسقط، عم يحصل على خطأ، فاول لمصلحة النجم ولمصلحة علي حمام، مع أيضا هالمشهد الجماهيري الرائع جدا لجمهور العهد. على الجهة اليمنى النجم عم بيحاول يهاجم، كرة أيضا ملعوبة، أبو بكر أو هيدا علي سلمان، علي سلمان يلي دخل بديل مع انطلاق الشوط الثاني من اللقاء، عم بيكون موجود على الجهة اليمنى، هو يلي عم يحصل على الفاول، دخل مكان احمد جلول بالوقت يلي ابو بكر المال عم يلعب الكره داخل منطقه الجزاء، مهدي خليل عم يبعدها بالبوكس، الخطوره النجمويه موجوده كانت بهالكره. رمي التماس للنجمه على الجهه اليسرى، قاسم زين رح يلعب الكرة إلى داخل منطقة جزاء، الكرة الطويلة على طريقة الركنيات ملعوبة لداخل المنطقة، مقطوعة أيضا محاولة للتسديد، لكن أحمد صالح عم يخلق فجأة داخل المنطقة وعم يقطع الكرة، ترجع لعند علي علاء الدين، علي سلمان علاء الدين معه الكرة، مقطوعة مرة جديدة العهد
عم يحاول ينظم صفوفه تحت ضغط كبير من النجمويين، هيدا امر طبيعي. بوريس بونياك المدرب الصربي اللي طبعا بطريقه ليتلقى خسارته الاولى بالدوري مع فريق النجمي في حال استمرت النتيجه طبعا على حاله مع كره اماميه مقطوعه من جديد. نور منصور دفاع العهد عم يعمل شغل كثير كبير، كره لعند علي بزي. علي بزي بياخذ الامور على عاتقه بمواجهه عيسى يعقوب، وعيسى ذكي جدا كيف قطع الكره بطريقه نظيفه، بترجع لعند مين؟ بترجع لعند علي حديد يلي عم بيحاول يتقدم. مقطوعه مره جديده هالمره مع فيليبي، فيليبي فيليبي المواجهه الاجنبيه مع يعقوب، وفيليبي عم يدخل منطقه جزاء عم يسدد، عم بيسدد فيليبي دوس سانتوس. علي علاء الدين كان قريب مره جديده من هز الشباك، ما معقول ملا كره. فيليبي دوس سانتوس عمل شغل كثير كبير بالكره الاخيره. اوه بالاعاده مره جديده، بس لو نجح علي علاء الدين انه يلمسها كان بيقدر يغير لها اتجاهها بالتاكيد. ما معقول ملا فرصه ضايعه على النجمه، سيء الحظ ايضا النجم اليوم، يعني فرص كان عنده فرصه بس ما قدر يسجل من خلالها فيليبي دوس سانتوس. فعاليه العهد اكبر بكثير كانت، لكن النجمي عنده القدره، عنده الامكانيات، عنده الاسلحه الهجوميه، منهم اللاعب يلي موجود امامنا حسن معتوه عم يخوض مباراته الخامسه بمواجهه فريقه السابق، بيلعب الكره على الجهه اليمنى لعند علي حمام، علي حمام بيلعب الكره عرضيه فيليبي بالراس، لكن نور منصور ممنوع المرور عن نور منصور لا بالكرات الارضيه ولا بالكرات الهوائيه. رقم اربعه قلب دفاع منتخب لبنان عم يسيطر على قلب المنطقه، عم يفرض حضوره، عم يفرض طبعا حصاره على فيليبي دوس سانتوس. المعتوق مره جديده عم يستلم، شوفوا لاعبين على المعتوق، حسين زين ما معقول الشغل اللي عم يعمله ليساعد علي حديد، دفاع حديد بكل بساطه على المعتوق بالوقت اللي علي حمام عم بسدد، علي حمام الكره عم ترتد من الدقيق الى ركله ركنيه، ولعت المباراه عند مهاجم النجمويه، ركله ركنيه الى يساره لمهدي خليل اللي عم يواجه زملائه، بيعرفوا كثير منيح مهدي خليل ولاعبي العاد انه النجمي قادر على العوده. ابو بكر المال بيلعب الكره لداخل منطقه الجزاء، الراسيه وين؟ الراسيه وين؟ الراسيه واللاعبين أربع لاعبين إلى خارج أرض الملعب، ركنية جديدة، ركنية جديدة لمصلحة فريق النجمة. حسين دقيق هو يلي كان سقط وهو يلي كان أبعد الكرة، ركنية هالمرة عن الجهة اليمنى خلفها حسن معتوق نجم النجمة صاحب 12 هدف بالوقت يلي حاليا الكرة عم تلعب عم تنقطع بالبوكس، صاحب 12 هدف مثل ما ذكرت بمرمى النجمة عندما كان لاعب مع العهد واكثر اللاعبين العدويين تسجيلا بمرمى النجمة، عم يدافع عن الالوان من الجهة المقابل بالوقت اللي كرته الرأسية لقاسم الزين، كرته الرأسية لقاسم الزين او لعبد الفتاح عاشور، رح نشوف بالاعادة، هون بالاعادة رح نشوف اكثر الحالة. عبد الفتاح عاشور قاسم الزين هو يلي لعب الكرة برأسه، فعلا ما غلطت انا، الكاميرا حاولت تغشني لكن انا شفت انه قاسم الزين فعلا هو يلي وصل للكرة، عم تشوفه بالاعادة وقريبة كانت قوية كانت الى جانب مرمي لمهدي خليل. يعني بالحديث عن الهدافين كنت عم بحكي انه المعتوق هو اكثر اللاعبين يلي سجلوا بمرمى النجمه بتاريخ لقاءات الفريقين، وسحجاج هو اكثر لاعب نجماوي سجل بمرمى العهد ايضا برصيد 12 هدف، لكن بمباراه الدوري بيبقى موسى هو الملك، هو اكبر الهدافين بتاريخ لقاءات الفريقين بتسع اهداف مقابل سبعه للمعتوق يلي له هدفين طبعا بمرمى العهد، واحد بالدوري وواحد بالنخبه. ايضا الكره الاماميه مقطوعه من علي حديد بتروح لعند حسين الزين بنفس النسق بنفس الريتم بنفس الاصرار بنفس الرغبه. العهد عم بيخوض الشوط الثاني، ممنوع الاستهتار، هيدا بيعرفه كثير منيح رجاله لباس المرمى. حسين دقيق الكره على الجهه اليسرى لاحمد زريق، اخذ ثقه كثير كبيره احمد زريق على وصل له 12 مباراه حاول ينطلق بالمرتد مع فيليبي، فيليبي 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 بطيء بطيء امام علي حديد يلي عم يرجع وعم يرتد. علي حديد شوفوا عم يسبقه على الكره، وايضا نور منصور بالمواكبه، وبالتالي الى ركله ركنيه نجمويه جديده. النجمي دائما فارس والبحث عن هدف اول بهالمباراه. يعني صار مالي ربع ساعة لبداية الشوط الثاني والنتيجة ما تغيرت ابدا، ما زال التقدم عهداوي وبنتيجة كبيرة 3-0. فريق النجمي بهالمباراة بعده عم يسعى عم بجرب يدق باب ومرمى فريق العهد لربما يقدر يسجل هدف، بينما فريق العهد عم يبحث عن الهدف الرابع
ليقدر يتقدم. شوفوا الهجمات المرتدة، حسين منذر، حسين منذر بيتقدم ثلاث لاعبين على 4-2، 4-2، 4-2، وبركلة جزاء بنالتي، بركلة جزاء بنالتي، وعلي بزي خارج المباراة، علي بزي خارج المباراة، معه بطاقة صفراء أولى، والحكم الأوبرسي دغري شايف ما بيرحم أبدا. جاتوزو النجمة خارج المباراة، بطاقة حمراء والإنذار رح يكون أحمر خارج الملعب. يعني هدف رابع لبني العهد ما رح يكون بعيد أبدا إذا قدر مارتن توشيف يسجل الهدف. خلينا نشوف بالإعادة ركلة الجزاء كيف صارت، 4-2. شو هالهجمة المرتدة، هول الزرائط، هول سريعين كتير كتير كتير. مارتن توشيف يلي هون عم يتعرض لعرقلة لكمش يلي بدكم تسموه، واضح الإعاقة واضحة جدا، بطاقة حمراء لعلي بزي، بطاقة حمراء من دون بطاقة صفراء تانية، يعني معه بطاقة صفراء بس بطاقة حمراء دغري. ومارتن توشيف لتسجيل الهدف السابع الشخصي لإله، الرابع لفريق العهد. مارتن توشيف بيتقدم بيسدد، بصيب الألتراس السوبر نوفا، بصيب السوبر نوفا، مصاب المرمى. مارتن توشيف أضاع فرصة الهدف الرابع، بس فريق العهد رح يكون مرتاح كتير بالنتيجة، رح يكون مرتاح كتير بالتفوق العددي على أرض الملعب. مارتن توشيف عالي كتير، عالي كتير، عالي كتير، الكرة بعيدة كتير، بس فرص فريق العهد رح تزيد صدقوني مع الهجمات المرتدة اللي رح تكون خطرة، رح تكون سريعة. النجمة ب 11 لاعب كانت مهمته صعبة، كيف بعشر لاعبين؟ هيدا فريق العهد منه أي فريق أبداً. لنقول ما فيك تغلط مع فريق مثل فريق العهد، ما فيك تعمل ولا خطأ دفاعي لأنه بيضربه بأي لحظة. وبعد ما لجأ لتبديل باسم مرمر، بعد عنده أسامي كبيرة برا مثل ربيع عطايا، مثل أكرم مغربة، مثل سمير أياس، خليل خميس، محمد قدوح، مصطفى كساب، ومحمد حمود بحراسة المرمى. التبديل الأول بانتظار إنه باسم مرمر يلجأ لإله، حسين زين، حسين زين بيتقدم، بيرجع الكرة لزريق، زريق بيلعب الوان تو مع حسين منذر، ما رح تقطع الوان تو أبداً، وفي خطأ لصالح فريق النجمة. الأمور عم تصعب أكثر وأكثر وأكثر على فريق النجمة. العهد لهلأ سجل 3 أهداف، رفع رصيده ل 21 هدف، بينما فريق الأنصار مازال الأفضل من ناحية التسجيلية والتهديفية مع 22 هدف بعد النص الزيني اللي سجلهم بمرمى فريق السلام صغرتا. فريق النجمة تلقى 3 أهداف، صار داخل مرمى 7 أهداف فريق النجمة، وبيت تاني يعني أفضل دفاع مع 7 أهداف لحاله، عم بحلق فريق العهد دفاعيا مع 3 أهداف. دخلوا مرمي ب9 مباريات، بانتظار المباراة هاي تنتهي. عيسى يعقوبو بمر لهيثم فعور، شوفوا وين بيروح، دقيق على الجهة اليسرى. مارتن توشيف بده يعوض الخطأ يلي صار معه من ناحية ركلة الجزاء، أحمد زريق عم يتعرض للخطأ هون، ركلة الجزاء ضائعة لفريق العهد، بعيدة كتير، هيدا أحمد زريق، والخطأ يلي كان من علي علاء الدين، علي علاء الدين يلي ارتكب الخطأ هيثم فعور. يعني علي بزي معه بطاقتين صفر، معه 3 بطاقات صاروا بعد مباراة اليوم، ومعه بطاقة حمراء، يعني التوقيف رح يكون مضاعف يمكن، لنشوف شو رح يكون القرار. يعني عنده 3 بطاقات صفر وعنده البطاقة الحمراء. حسن معتوق بمري كرة على الجهة اليمنى لعند علي حميم، علي حميم، علي حميم بيرجع الكرة، ما زالت نجموية على الجهة اليمنى، فرصة مع فريق النجمة. علي حميم لمين؟ لمين بده يلعبها؟ لاعبين فريق العهد عم بيتكتلوا بالدفاع، لاعبين فريق العهد عم بيكونوا بالهجوم. أنا أكيد إذا منعدهم رح يطلعوا أكثر من 11 لاعب، يمكن عم يلعبوا ب17 أو ب18 لاعب شربيل فريق العهد بهالمباراة، لأنه في تسلل هون بالدفاع، عم نشوفهم كتار بالهجمات المرتدة، عم بيكونوا أكثر من لاعبي فريق النجمة. وأكيد بوريس بونياك ما في يعمل شيء بقى أبداً بهالمباراة، بده يتمنى إنه النتيجة ما تزيد أكثر وأكثر صعوبة على فريق النجمة.
لانه الدوري بعد ما خلص الدوري طويل، والدوري بعد ما انحسم ابدا بالرغم من 8 نقاط الفارق بين العهد والانصار، و5 نقاط اذا بدكم بين النجمه والانصار، و3 نقاط رح تكون مباراه وحده فاصله بين العهد والنجمه. بعد هالمباراه دوري طويل، بعد في مرحله وحده من مرحله الذهاب و11 مرحله من مراحل الاياب، يعني 12 مباراه 36 نقطه رح يكونوا قدام الفريقين حسن معتوق، حسن معتوق، حسن معتوق، المعتوق، 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 يتطلع لمين؟ بده مساندة، بده حدا يكون معه. معتوق فيليب دوس سانتوس بيسدد بعيدة، حلوة بعيدة، والنتيجة 3-0 لتغير شربيل بعشرين دقيقة إنه النجمة خسر لاعب بأرض الملعب، والتفوق العددي لفريق العهد. يعني طبعا مش بس بسبب النقص العددي الموجود عند فريق نجم المشهد اللي وصفته فارس عن الكثرة العددية اللي تبدو للاعبي العهد على أرض الملعب، أيضا بسبب تباعد خطوط بين فريق النجمة، تباعد اللاعبين عن بعضهم، وبالتالي ما عم نشوف لاعبي النجمة على نفس المسافة، أو خلينا نقول على نفس الوتيرة، وتيرة اللاعب. معتوق عم بيحاول يسرع إيقاع اللاعب، بعض اللاعبين عم بيكونوا أبطأ منه، نادر مطر أيضا عم يحاول ينطلق الأمام، لكن عنده هم مين بده يغطي ورا بعد خروج علي بزي. الأمور ما عم تصير بالشكل المناسب بالنسبة للاعبي النجم بهالمباراة، منه يوم النجم بكل بساطة. لكن ما بدنا نعطي الكريدت بس للاعبي العهد، شفنا باسم مرمر بالصورة أيضا عامل شغل كتير كبير باسم مرمر بمباراة اليوم لناحية تعطيل مفاتيح النجمة، تحديدا حسن معتوق وأبو بكر المال، ما شفناهم ابدا بالمباراه عم يكونوا بالخطوره المطلوبه، بالخطوره يلي عودونا عليها تحديدا، وبالتالي غياب الفرص النجمويه الكثيره هو لهيدا السبب. على كل حال عيسى يعقوب حاليا بوسط الملعب عم يستلم الكره، بيحطها على الجهه اليسرى لعند حسين دقيق. شوفوا لاعبي النجمه، شوفوا كيف من دون اي اندفاع عم يخوضوا دقائق المباراه حاليا. هيدا امر غريب، هيدا امر غريب لفريق عم ينافس على اللقب، يعني ما تعودنا نشوف النجمه بهالصورة الدفاعية المهزوزة. تحديدا الفريق يلي قبل اللقاء كان دخل مرمي 4 أهداف مقابل 6 أهداف فقط للعهد، يلي مرة جديدة عم يحافظ على نظافة شباكه. إذا انتهت الترتيج على هالحال بالوقت يلي أحمد زريق عم يطمع بنتيجة أكبر، وعم يطمع بهدف أول لإله بهالموسم، وطبعا هدف رابع لفريق العهد. احتفالات جمهور العهد مبكرة بعد متبقي أكثر من 22 دقيقة على نهاية المباراة. جمهور العهد عم يحتفل، لكن النجم لا يزال عم يتمسك بخيط أمل رغم خروج علي بزي بالبطاقة الحمراء. كرة حاليا بالخلف، معتوق ترجع لعند قاسم الزين، علي علاء الدين، عبد الفتاح عاشور، من المرات النادرة اللي بيتقدم فيها علي علاء الدين. مرة جديدة عم يستلم بوجهة حسين زين، وعلي حديد عم بمر علي علاء الدين وعم يحصل على الخطأ. ممتاز الشغل يلي كان عم يعمله علي علاء الدين على الجهة اليسرى، يلي أكثر من لاعب نجماوي ما قدر يعمله بمواجهة حسين زين وعلي حديد. شوفوا المرور لعيب علي علاء الدين، كيف مر عن اللاعبين الأصعب إنك تمر عنه بمركز الظهير الأيمن. عم بحكي عن علي حديد وحسين الزين، طبعاً الثنائي المميز بالحالة الدفاعية، بيفهموا مع بعض، حافظين بعض. ألترا سوبر نوفا لا يزالوا بعملية التشجيع باللون الأسود، وفعلاً يوم أسود بصراحة على جمهور النجمة وعلى لاعبي النجمة. لكن النجمة بالتأكيد الموسم طويل قادر يعود في حال تلقى الهزيمة اليوم. بالوقت اللي مادي خليل عم يبعد الكرة الملعوبة من نادر مطر إلى داخل منطقة الجزاء إلى ركلة ركنية. موسم طويل، يعني صحيح نحن بالمرحلة العاشرة، متبقي أمام الفرقة 12 مباراة. النجمة فريق كبير بدون شك، بيقدر يدرو الأمتار الأخيرة، عم نفس على اللقب. وهيدي كرة عرضية من المعتوق، وأحمد الصالح عم يبعدها من أمام فيليبي دوس سانتوس إلى ركلة ركنية جديدة. ركلة ركنية جديدة، هيدا باسم مرمر مهندس وصانع الانتصارات والعقل المفكر، عم يحضر على ما يبدو محمد قدوح ليدخل ويزيد الترساني الهجومية على الهدوية. بعد بدهم أكثر، بعد بدهم يسجلوا أكثر، مش مكتفين بثلاث أهداف، مش مكتفين ابدا بثلاث اهداف. الوقت يلي بوريس مونياك همه على قده، خلينا نقول بوريس مونياك بالمباراه ما كان بيتوقع ابدا 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 انه يشوف فريقه بهالصوره المهزوزه. مادي خليل هون خروجه امام فيليبي، مهدي موجود على ارض الملعب، يعني كمان امر منه مطمئن وامر منه ببشر بالخير. حارس رقم 1 لمنتخب لبنان مصاب، الحارس رقم 2 بمنتخب لبنان ورقم 1 بالنسبة للنجمة
ايضا خرج من المباراه مصاب، والحارس رقم 3 بمنتخب لبنان مصطفى مطر بمباراه السلام صغرطه والانصار خرج على الحمالة مصاب. بس ما بشي هون مهدي خليل، مش هين الاصطدام، مش هين الاصطدام مع فيليبي دوس سانتوس بطبيعه الحال. الاعاده مره جديده هون، الاحتكاك بين فيليبي ومهدي خليل، كل السلامات لمهدي خليل. العهد مع الهدف الثالث يلي سجله حسين مندر بيكون وصل ل 100 هدف بمرمى النجمه. الهدف الرقم 100 بمرمى النجمه كان بتوقيع حسين مندر، والهدف رقم 68 طبعا ببطوله الدوري. عم بحكي طبعا 100 هدف رسمي للعهد بمرمى النجمه، بالمقابل النجمه سجل 86 هدف بمرمى العهد منهم 58 ضمن بطوله الدوري. مثل ما توقع فارس مهدي خليل على خير. على كل حال 71 دقيقة مروا على بداية المباراة، العهد بطريقه لثلاث نقاط غاليين جدا لصدارة وانفراد بالقمة، وطبعا بثلاثة عم يضرب اليوم كان بهاللقاء. لحد الوقت النتيجة على حالة 3-0. العهد ببرودة أعصاب عم يتعامل مع الدقائق المتبقية. النجمة طبعا عم يترقب شو ممكن يعمل أمام فريق عم يرحم ما عم يهدى، بده أكثر، جوعان للأهداف، متعطش للعودة إلى الصدارة. نادر مطر، نادر عم يرجع بهالكرة للخلف تحت الضغط لعلي السبع، علي السبع عم يخرج من مرميه، عم يلعبها طويلة لكن لمين؟ لكن لمين؟ لأحضان العهدويين. يعني اليوم بصراحة أحمد الصالح ونور منصور ما كانوا بمواجهات ثنائية صعبة، ما كانوا تحت اختبار كبير واختبار قاسي، ما كانوا أبداً عم بيكونوا بموقف محرج او موقف صعب بسبب وجود هيثم فعور وعيسى يعقوبو، الثنائي الحلم واللي بيكملهم المثلث النشيط يلي بيعطي الحياه والحيويه لخط الوسط هو حسين منذر. علي علاء الدين جديد عم يجتهد، عم بيقاتل، عم بيحاول قطع الكره. حسن معتوق عم تروح لعنده وخطا لمصلحه المعتوق، خطا من مكان مناسب جدا لحسن معتوق لمحاوله تشكيل الخطوره اخيرا على مرمي لمهدي خليل. إلا معتوق عنده 12 هدف، وموسى حجاج عنده 12 هدف عندما بيلتقوا الفريقين. لكن إذا بدنا نجمع أيضا أهداف المعتوق مع النجمة وهو يلي سجل هدفين بيصير رصيده 14 هدف بلقاءات النجمة والعهد. ركلة حرة لمصلحة النجمة ولمصلحة حسن معتوق. الركلة الحرة بمواجهة حائط صد عهداوي مؤلف من أربع لاعبين، المعتوق وأبو بكر الملخل في الكرة، أبو بكر عم يتركها للرقم 10، حسن معتوق عم يتقدم، حسن معتوق عم يسدد، الكرة عالية على المرمية لمهدي خليل، قريبة لكن عالية، ما عم تنحل مع النجمة بمباراة اليوم يا فارس، لا بالمرتدات، لا بالعرضيات، ولا حتى من الركلات الحرة. فريق النجمة يعني اليوم كمان بدنا نقول بالكرات اللي وصلت له ما كان محظوظ ابدا، ما قدر يستفيد منها، الحظ كمان لعب دور كثير مهم انه عدة كرات ما دخلوا، وابرزها كانت ببداية المباراة كرة يعني ابو بكر المل. هيدا الفوتبول، فريق العهد سجل 3 اهداف، اضاع ركلة جزاء بنالتي، وكان عنده كمان العديد والعديد من الفرص. يعني مباراة مفتوحة عم بتكون من الفريقين. الموسم الماضي بذهاب الدوري كانوا عم بيتعادلوا 2-2، بإياب الدوري كان العهد عم بيفوز 3-1. وقتها بتذكر كثير منيح محمد قدوح، محمد حيدر وحسن شعيط وموني سجلوا اهداف العهد، وكريم درويش سجل هدف فريق النجمي. رجعوا التقوا بنهائي كأس لبنان وانتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0. العهد كان عم يربح 4-1 بركلات الترجيح. بكأس النخبة النجمي عم يربح 3-1، فرصة بعيدة 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 بس ما زالت داخل الملعب. شوفوا لاعبين فريق العهد بمنطقة الجزاء، بمنطقة الجزاء كرة، كاد الهدف الرابع يكون موجود، ما زالت المحاولات عم بتكون مع خطأ 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 مارتن توشيف. يعني بتصور أنا مارتن توشيف إذا محمد قدوح بده ينزل لأرض الملعب مارتن توشيف رح يغادر التشكيلة. فرصة كانت هون وعلي السبع مثل السبع عم بخلص مرمى فريقه. أما آخر مباراة جمعت فريقين كانت بنهائي أو بمباراة كأس السوبر، والعهد
كان عم بيفوز بنتيجة 1-0. فيليبي دوس سانتوس بيتقدم. انتبهوا، مش لاعب اثنين دايما، اي مواجهة عم بتكون مع اي لاعب من فريق النجمة عم بيكون في لاعبين من فريق العهد. احمد زريق بحافظ على الكرة، مش وقت كتير لخارج الملعب، رمي تماس نجموية على السريع، فيليبي دوس سانتوس لنادر مطر، نادر 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 بيتقدم نادر وبيسدد كرة بعيدة عن مرمى مهدي خليل، ما راح تشكل اي خطر على مرمى حارس مرمى منتخب لبنان الاول مهدي خليل، يلي راح نتمنى كل التوفيق لمهدي ولكل لاعبي فريق المنتخب بنهائيات كاس اسيا، وقت راح نواجه باول مباراه منتخب قطر بتسعة من الشهر المقبل، بنرجع ب 12 الشهر بنواجه المنتخب السعودي قبل ما نختم مبارياتنا بالدور الاول ب 17 شهر بمواجهه منتخب كوريا الشماليه. كل التوفيق لمنتخب لبنان لنشوفه بالادوار المتقدمه من نهائيات كاس اسيا. التبديل صار جاهز، محمد قدوح من ناحيه فريق العهد، التبديل الاول رح يكون من ناحيه باسم مرمر مقابل تبديلين لهلا من فريق النجمه، بوريس بونياك، نور منصور يتقدم، نور منصور بيلعب الكره لعيسى يعقوب، وعيسى يعقوب على الجهه اليمنى لعند احمد زريق، احمد زريق، احمد بيتقدم كمان بيرجع الكره لعند نور منصور. يعني التمريرات فريق العهد عم بتكون مدروسه، عم بتكون على المسطره، علي حديد منه لنور منصور، منه لعلي حديد، عم بجربوا يمرقوا الوقت لاعبي فريق العهد من خلال هالتمريرات ومن خلال التفوق العددي يلي عندهم اياه. كره من حسين زين لمهدي خليل، يعني من الهجوم لحارس المرمى احمد صالح لاعبي فريق النجمه ما عم بحطوا ضغط على الكره. احمد صالح لعند عيسى يعقوب على الجهه اليمنى، عيسى يعقوب بمرر لحسين منذر، حسين منذر منه لاحمد زريق، احمد زريق بيتقدم 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 بيتقدم، احمد زريق بيلعب الكره على الجهه اليسرى، ممتازه الكره لعند ضيق يلي بيرفع الكره داخل منطقه الجزاء، بتمر على الكل، حسين منذر شو رح يعمل، بيسدد حسين منذر، شوفوا كيف عم بيلعبوا لاعبين فريق العهد بمنطقه جزاء فريق النجمه، ما عم بيقدر حدا يقطعها، ما عم بيقدر حدا يبعد الكره، كمان فرصه عهدويه جديده داخل المنطقه، عدوا كم لاعب من فريق العهد، حسين منذر بيتقدم حسين منذر، وبيحصل فريق العهد على ركله ركنيه مع محمد قدوح يلي عم يستعد ليدخل بهالوقت بدلا من علي حديد. باسم مرمر مدرب مجنون بده بعد اهداف، بده بعد يرفع النتيجه اكثر واكثر، شاف التفوق العددي واضح للاعبينه، التفوق الميداني واضح لفريق العهد، فعم بيلجا للاعب مهاجم بدلا من لاعب مدافع ليحط الضغط اكثر واكثر على لاعبي فريق النجمه، هيك بيستهلك اذا بدكم الطاقه البدنيه اللي موجوده عندهم، وبحط ضغط اكثر واكثر على دفاع النجمه، وركله ركنيه بتتنفذ مع زريق بمررها لمنذر، بترجع لعند زريق، زريق بيرفع الكره داخل منطقه الجزاء، وراسيه من مارتن توشاف، اليوم سيء الحظ توشاف، ما عم ينجح اللاعب البلغاري انه يسجل هدفه السابع بدوري الفا لهلا. مارتن توشاف والكره الراسيه كانت فوق مرمى علي السبع، كمان مره التمريره والرفعه كانت من احمد زريق لحاله، عم بيطلع مارتن توشاف، والتبديل الاخير بصفوف فريق النجمه مع امير الحصري اللي عم ينزل بدلا من عبد الفتاح عاشور، امير الحصري لاعب الانصار السابق يلي عم بينزل كتبديل اخير، ما عاد في ولا تبديل بصفوف فريق النجمه، ما راح نشوف مهدي الزين بهالمباراه، هداف فريق الشباب مع 26 هدف هيثم فعور، الامور كلها عم بتكون لصالح فريق العهد، يعني مع دخول امير الحصري عم بجرب بوريس بونياك انه يسكر هالمنطقه لانه لاعب مرتاح نازل، وعبد الفتاح العاشور عطى كثير بهالمباراه، فرصة جديدة لفريق العهد، تسديدات عهدوية عم بتكون بالجملة مش بالمفرق، بالجملة، هيدا موسم أعياد وموسم تنزيلات، عم بيسددوا من كل الأطراف، من كل الجهات، من كل الميلات، من دون ما يكون في ضغط عليهم أبداً. أحمد ديب مدافع فريق النجمة، هيدا على قولة زميلنا ناصر، هيدا بلاك ماندي اليوم عم بيعملوه، التنزيلات يلي نازله، على كل شرب المباراة فينا نقول انتهت، يعني الفورة النجموية كان
بالشوط الثاني يعني كنا متوقعين انه فريق النجمه يعمل شيء مع بدايه الشوط، بس الامور ما زبطت وخسروا لاعب بارض الملعب. التفوق العددي مش لإلهم، العهد عم بيتجه للصداره ليحلق وحيد ب 28 نقطه. النتيجة إذن قبل 10 دقائق على النهاية هي 3-0، هي النتيجة بالمناسبة اللي حقق فيها النجمة أول فوز له على عهد ضمن الدوري اللبناني بإياب موسم 97-98. فاز النجمة 3-0 بنتيجة وقتها كانت كبيرة، سجل هدفين أرمين سناميان وموسى حجاج، بينما انتظر العهد 7 مباريات من وقت لقائه الأول بموسم 97-98 مع النجمة ليقدر يفوز، وكان الفوز الاول له بموسم 2002-2003 بنتيجه 2-1 علي العطار واحمد عيتان يلي سجلوا بوقتها هدفين ردا على هدف البرازيلي الاصل اللبناني الجنسيه جيلبرتو. كره حاليا مع امير الحصري على الجهه اليسرى، امير بيرجع بالكره بالخلف تحت ضغط محمد قدوح يلي اصبح هو الجناح الايمن. حسين زين رجع لمركزه الاساسي، مركزه الطبيعي الظهير الايمن بعد خروج علي حديد بوسط الملعب. ملعوب الكرة للأمام على الجهة اليمنى، علي حمام مواجهة الدقيق، واحدة من المرات النادرة عم تقدر فيها علي حمام وقت يعني فيليبي بيسدد كرة قوية، لكن مهدي خليل ما بتهزه هالكرة لمهدي خليل، ركز بشكل كتير كبير مهدي بالإعادة مرة جديدة. شوف كيف برم على نفسه، ذكي جدا فيليبي، صحيح تقيل شوي بدنيا لكن تسديدة فيليبي كانت قوية باتجاه مرمي لمهدي خليل بالمكان المناسب. كان مهدي بالوقت يلي عم شوف فيه أكرم مغربي عم يتحضر للدخول إلى أرض الملعب، مناسبة خاصة طبعا لأكرم ليواجه فريق النجمة يلي ارتبط اسمه فيه لفترة كتير طويلة، أيضا هو من اللاعبين الهدافين بمواجهات الفريقين. بوقت يلي هالكره مع بارت التوشاف، الكره العرضيه وقاسم الزين كان عم يبعدها. اكرم مغربي ثالث اكثر اللاعبين النجمويين سابقا تسجيلا للاهداف بعد موسى حجاز صاحب 12 هدف وعلي نصر الدين صاحب 8 اهداف بمرمى العهد. اكرم مغربي عنده 7 اهداف بمرمى العهد. بالاعاده مره جديده كرته لمارت التوشاف وقاسم الزين قبل ما توصل لعلي السبع هو كان عم يقطعها. التبديل راح يحصل لكن بعد هالركله الركنيه اللي عم ينفذها احمد زرق بيلعبها قصيره للخلف لعند حسين زين بيلعبها العرضيه الراسيه موجوده، الراسيه وين المتابعه؟ ما في حدا من لاعبي العهد ليتابع. دفاع النجمه كان ممتاز باللقطه الاخيره، قدر يقطع الكره لكن مش لوقت طويل لان هيثم فعور عم يقطع كل الكرات. شو هيثم فعور الكابيتانو مره جديده عم يروح ليكون موجود على الجهه اليمنى ولا يلعب الكره العرضيه ولا الهدف الرابع لكن مقطوعه. حسين منذر كان على مسافة قريبة من تسجيل هدف تاني لإله بهاللقاء، هدف شخصي تاني بدون شك رح يحطه رجل اللقاء الأول. حسين زين برأيه رجل المباراة بدون منازع بهدف وقت مريرة حاسمة مع زريق يلي بيلعب الكرة لعند حسين زين، أيضا بحاول يلعب الكرة الأمامية مواجهة نادر مطر، عم ترتد محمد قدوح بيعود للخلف لعند هيثم فعور، حصار أهداوي حاليا لمنطقة النجمة، حصار تام عيسى يعقوبو، عيسى يا سلام كيف عم بيشوفوا بعضهم لاعبي العهد، ما معقول مميز جدا العهد بنقل الكره بالحاله الهجوميه مع دقيقه اللي بيلعب العرضيه، احمد ديبه بيقطعها بتبقى الكره مع العهد، وينه لاعبي النجمه؟ كل كره عم تكون مع اللاعبين الصفر بالوقت يلي حاليا الكره العرضيه وكان قريب جدا ايضا قدوح من تسجيل هدف. اكرم مغربي المباراه الاولى له بمواجهه النجمه، مع النجمة مثل ما ذكرت سجل 7 اهداف بشباك العهد، 3 بالدوري، هدف بالكأس، 3 ضمن كأس النخبة، واليوم عم يكون موجود بمواجهة فريقه السابق بمناسبة خاصة بالنسبة له، رح ياخذ مكان مارتن توشاف غير الموفق اليوم، حاول كثير ضيع ركلة جزاء، ما بدنا ننسى مارتن توشاف وعم يترك الملعب بالدقيقة 85 ليعطي أكرم مغربي 5 دقائق ليجرب حظه إذا كان بإمكانه تكرار يلي عمله مع توق يلي انتقل بالاتجاه المعاكس والتسجيل. شوفوا المجهود الكبير اللي عمله هيثم فعور، ما معقول الفعور نار ونور على ارض الملعب هيثم فعور، كيف انتقل من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه ليصير جناح ايمن، يعني تبديل المراكز بين لاعبي العاد هي نقطه اكثر من ممتازه
حافظين بعضهم، حافظين أماكنهم على أرض الملعب، وبيعرفوا الأهم يختاروا اللحظة المناسبة لتغيير مركزهم، تلقي الكرة وصناعة الخطورة. على كل حال النجم عم يواصل اللعب طبعا بعشر لاعبين، ما عنده غير حل بعد طرد علي بزي إلا أنه يجرب يقلل من حجم الخسارة يلي صارت قريبة. محمد قدوح عم يطلع على الجهة اليوم للمويكا مع أمير حسن، بيعكس كرة عرضية، الكرة العرضية مرة جديدة، أكرم مغربي كان بانتظارها، لكن علي حمام وأحمد ديب كانوا داخل منطقة الجزاء لمراقبة مهاجمي العهد. يعني ربيع عطايا ما شارك بمباراة اليوم، دول لاعبين مهاريين قدروا يفوزوا، لاعبي العهد أيضا بغياب حيدر مع الكرة أيضا الرأسية من أحمد الصالح عالية عن مرمى لعلي السبع، مش بحاجة للمهارة، بحاجة للفعالية اليوم، والفعالية كانت عهدوية بامتياز بالوقت اللي غاب معتو وغاب أبو بكر المال وغابت مهاراتهم بحكم الخطة الدفاعية المحكمة يلي قضت وشلت النجمة هجوميا. بعد المباراة أكيد النجمة راح يراجع حساباته بشكل كتير كبير، وقت يلي علي السبع مع الخطأ المميت ممكن يكلفه غالي. أحمد زريع عم يتقدم، أحمد زريع ممار، أحمد زريع عم يسقط داخل منطقة جزاء، الكرة انقطعت إلى ركلة ركنية عهدوية، بكل لحظة ممكن تدفع ثمن غلطك، ممنوع الغلط أمام هيك نوع من اللاعبين. شوفوا، ما معقول ما معقول كيف أخذوا على قدمه الثقيلة لقاسم الزين. أحمد زريع ذكي جدا بلحظة، هون مر وهون علي حمام كان حاضر ليوقف أحمد زريع قبل ما يهز شباك النجمة مرة جديدة. خطأ كان من علي السبع بلعب الكرة. مصطفى كساب ايضا لاعب اخر انتقل من صفوف النجم الى العهد، عم يسجل حضوره بمواجهه فريقه السابق. راح يدخل مكان حسين منذر مصطفى كساب، كان له دور ودور اساسي بفوز العهد على السلام صغرتا 1-0 بالمرحله الثامنه، عندما دخل بديل وسجل هدف الفوز مصطفى كساب بكره راسيه بعد عرضيه كانت من هيثم فعور عن الجهه اليمنى، اهدى 3 نقاط غاليين جدا للعهد وخليهم على مسافه واحده من النجمه. والرقم 3 اذا عم يدخل الى ارض الملعب. الركلة الركنية الأهدوية ملعوبة لداخل المنطقة الجزاء، أكرم مغربي بحاول يحط رأسه لكن سهل جدا بين يدي علي السبع. الهجوم الأهداوي مستمر والنجمة لا حول ولا قوة بصراحة فارس. يعني المباراة انتهت من ناحية فريق النجمة، المباراة لصالح فريق العهد، العهد يلي رح يكون لحاله بصدارة اللائحة مع 28 نقطة، النجمة 25، الأنصار 20، بيبقى مرحلة وحيدة على نهاية مرحلة الذهاب، النجمة بيواجه شباب الغزية بينما فريق العهد بيواجه فريق التضامن سور بآخر مرحلة، العهد إلى الصدارة، الأنصار بالمركز الثالث حالياً، الأمور تغيرت كثير بهالمرحلة، صرنا عم نشوف الراسك بالمركز ما قبل الأخير بعد خسارته قدام التضامن سور، فريق البقاع بالمركز الأخير، في خطأ هون يعني فورا لفريق الصفا يلي عم بحقق انتصاره الثاني، فريق الصفا بدوري الفا يلي رفع رصيده لعشر نقاط بالمركز التاسع، الامور كلها بعد غامضه بالنسبه للسقوط وبالنسبه للمنافسه، انحصرت المنافسه على لقب دوري الفا بين العهد النجمه والانصار، هالثلاث فرق مثل ما كنا متوقعين قبل بدايه الدوري، هيدا الشيء اللي صار نظرا للامكانيات والاسماء الكبيره يلي موجوده، فرصه لفريق النجمه لتقليص الفارق والنتيجه، ما في حدا يتابع الكره، ما في حدا ينكز الكره، ترجع هجمة مرتدة مع فريق العهد مع زراعة الصفر يلي بينطلقوا فريق العهد بالهجوم بمحاولة لتسجيل هدف رابع، ما عم بيكتفوا بثلاث أهداف بعد بدهم كل ما بيقدروا يرفعوا النتيجة، كل ما رح يكون هالشيء لصالحهم أكثر وأكثر وأكثر، يعني نتيجة كبيرة على حساب مين؟ على حساب فريق كبير مثل فريق النجمة. فرصة جديدة لفريق العهد مع حسين زين يلي بيرفع الكرة، قاسم الزين يلي هون كان عم بيشتت الكرة لخارج منطقة الجزاء، الضغط مازال عهداوي. هيدا الفوز يلي عم بيسجله فريق العهد هو الفوز رقم 25 بلقاء رسمي، 17 بالدوري،
مرة واحدة بس ربح العهد على النجمة بالكأس، وفوزين بكأس السوبر وخمس انتصارات كانوا بكأس النخبة. 100 هدف لفريق العهد مقابل 86 هدف لفريق النجمة. باسم مرمر ما عم يهدى، ما عم يسكت. 3-0 خلص باسم، ارتاح ارتاح. خلصت المباراة، دقيقتين وقت محتسب بدل عن ضائع رح يكونوا قدام الفريقين ليرجعوا يعيدوا الحسابات ويخلطوا الوراق من جديد للمراحل المقبلة من عمر دوري ألفا. بعد ما انتهت البطولة ولو العهد ربح المباراة بيبقى العهد حظوظه الأوفر، بيبقى العهد الأبرز، بس البطولة طويلة، البطولة فيها بعد كلام كتير لينحكى. بدك تربح على فريق من فريق الأنصار يلي عم يرجع بقوة، يلي فريق الأنصار الحظ خينه بكتير من المباريات، بس رجع ليكون منافس حقيقي. بعد في فريق النجمة، بعد في هالألعاب يلي عم نشوفها من فريق العهد، يلي عم نشوف أكرم مغربي عم بمرر على الجهة اليسرى دقيق، رح يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، وكرة رأسية من زريق. زريق اشتاق للشباك والشباك اشتاقت لزريق. 12 مباراة على التوالي ما عم بيسجل زريق، هيدي المباراة رقم 13 ما عم بينجح انه يهز. اخر مباراة قدام التضامن سور وفرحة لعبيب وفريق العهد، والجهاز الفني والاداري واضحة على مقاعد الاحتياط بعد هالانتصار الكبير على فريق النجمة وجمهور النجمة يلي بلش يغادر باعداد كبيرة ملعب مدينة كمال شمعون الرياضية. شوفوا السرعة بتنفيذ رمي التماس على السريع، حسين زين ما عم بيقبلوا ابدا لاعبين فريق العهد انه يقطعوا الوقت، بدهم هدف رابع. عيسى يعقوب بيتقدم 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 يعقوب بيلعب الكرة، في تسلل في تسلل كان على محمد قدوح. جمهور العهد يلي عم يحتفل بهالانتصار الكبير، بهالانتصار الغالي كتير على مين؟ على فريق النجمة، مش على اي فريق، على فريق كبير مثل فريق النجمة. 7 لاعبين من فريق النجمة قدروا يسجلوا ثنائية قدام العهد، أرمين سناميان، إيرول ماكفرلين، ترو كهيان، بلال فريفي، العباس عطوي، علي ناصر الدين 3 مرات، وتومي تشاكوميلي. أما من لاعبي فريق العهد محمود شحود ومحمود العلي مرتين، حسن معتوق مرتين، عباس عطوي مرتين، وحسين عوضة. 5 لاعبين قدروا يسجلوا هدفين بمرمى فريق النجمة. محاولة الأخيرة ليعلن الحكم من بعد نهاية المباراة، الحكم الأبرسي، ومعه رح يعلن نهاية اللقاء بفوز كبير لفريق العهد على فريق النجمة بنتيجة 3-0. فرحة كبيرة، فرحة جنونية رح تكون للاعبي فريق العهد بعد هاللقاء يلي فينا نقول استحقوا الفوز، عرفوا كيف ياخذوا هالنصر الغالي كثير، يحققوا الانتصار، يحققوا الفوز. يمكن يلي كان متوقعين نشوف مباراة كبيرة من الفريقين، الأخطاء الدفاعية قدر يترجمها فريق العهد لأهداف لتنتهي المباراة 3-0. العهد عم يرفع رصيده ل 28 نقطة من 9 انتصارات، تعادل وحيد كان قدام الراسينج 2-2، وما تلقى أي خسارة. سجل 21 هدف فريق العهد ودخل مرمي 15 هدف، بينما فريق النجمة عم يتلقى خسارته الأولى بدوري ألفا وتجمد رصيده عند 25 نقطة. هيدا فيليبي دو سانتوس كان عنده بعض المحاولات بس من دون ما ينجح إنه يسجل الهدف. يعني لاعبي فريق العهد والانتصار الكبير، الانتصار الغالي على فريق النجمة قبل مرحلة واحدة من نهاية مرحلة الذهاب. علي علاء الدين يلي قدم مجهود كبير بالشوط الثاني بس ما قدر يترجمه هو وزملائه لأي نتيجة على أرض الملعب. هاردلك لفريق النجمة، مبروك كبير 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 لفريق العهد بطل لبنان وحامل كأس لبنان بعد هالانتصار اللي عم يتوجهوا فيه عند جمهورهم يلي ناطرهم، الجمهور الأصفر ناطر الإنفيرنو اليلو، ناطرين اللاعبين ليوصلوا لعندهم ليحتفلوا بهالانتصار الغالي. شو بدك بهالشغلة يا مهدي خليل؟ هيدا جمهور العهد مع الاحتفالات الكبيرة يلي رح تعم أكيد كل لاعبي فريق العهد. شوفوا هالمنظر الحلو، أحمد زريق. أنا رأيي أحمد لو أنت بتحمل مهدي خليل خلينا نشوف إذا بتزبط. 3 يعني 3 أهداف، يعني 3-0 النتيجة. الأمور واضحة عم بتكون من ناحية
فريق العهد والمصورين اللي عم ياخذوا الصور تذكاريه بعد هالمباراه، مباراه اللي تاجلت من يوم السبت لليوم، وبالنهايه صارت المباراه ولازم تصير، لانه المنتخب الوطني كلنا بنعرف رح يغادر بيروت ليكون عنده استحقاق مهم ومعسكر قبل نهائيات كاس اسيا. من عندي انا رح ودعكم لننتقل للاستوديو التحليلي وزميلنا شربل والكابتن هيثم الزين لنشوف ارائهم بالنسبه للشوط الثاني من هالمباراه. تفضل شربل.